Once upon a time, in a faraway land, there lived a man so exceptional that the divine hosts of heaven and hell were forced to take note. في 2013 قيمنا لعبة Saints Row 4 على الأكس بوكس 360 والبي اس 3 والبي سي وعطيناها 7.3 كلعبة جيدة. ونحب نقول لكم أن المتعة نفسها موجودة في لعبة Saints Row 4 Re-Elected مع أكس بوكس 1 والبي اس 4 وتقدم نفس محتويات اللعبة الأصلية مع المحتوى الإضافي الغريب والمختلف Get Out of Hell. تحسنت رسومات Re-Elected بشكل بسيط وملحوظ عن نسخة الأكس بوكس 360 والبي اس 3. صارت اللعبة دقتها أعلى وضاعتها أفضل وتفاصيل الشخصيات صارت أفضل من السابق. كل شيء يتحرك نوعا ما بانسيابية أكثر خلال تنقلك بسرعات عالية. وطبعا ما نقدر نقارنها بنسخة البي سي اللي صدرت في 2013. والميزة الجديدة الوحيدة هي الأوامر الصوتية لتغيير قدراتك أو استدعاء المساعدين. أما بالنسبة لنسخة PS4 فيساعدك في استخدام شاشة اللمس أثناء مقاطع الكويك تايم إيفنتس. Saints Row 4 ما قدمت أي إنجازات تقنية كبيرة، بس حلاوتها في التنقل في مدينتها وقواها الخارقة وأسلحتها الغريبة والخيارات التخصيص الكبيرة للشخصيات. والمدينة مليئة بالأشياء الممتعة اللي من ممكن الاستمتاع تدميرها. اللي ينرفز في الموضوع أن ليش تخسر قواتك الخارقة في المهمات الرئيسية؟ هو صح بيعوضونك بتجارب غير متوقعة مثل مراحل قتال 2D أو تحول اللعبة إلى لعبة مغامرة بنصوص كثيرة. اللي يلفت النظر في Get Out of Hell هي المهمات الرئيسية الغير تقليدية. بيطلبون منك إتمام مهام جانبية لشخصيات أخرى وبيعطونك مقطع سينمائي كل ما انتهيت مجموعة من المهام. نوعا ما هذا التوجه غريب ويعاني من تكرار، إلا أن ربط هذه المهام مع اللعبة جعلها مهمة، خصوصاً أن القصة الأساسية تتضمن بعض الشخصيات التاريخية وقدرات التنقل عبر الزمن مع بعض من الأغاني المسرحية مثل أفلام ديزني الموسيقية. اللعبة خرافية بطريقة غريبة، بس القصة اللي فيها تعتبر من أكثر القصص سلسلة إمتاعاً منذ Saints Row 4. بس من المؤسف أن اللعبة ما تتميز من ناحية الأداء. اللعبة كأنها من جيل السابق، ومن ناحية تقنية فيها مشاكل كثيرة لدرجة أني أضطر أعيد تشغيل اللعبة من البداية. نسخة Get Out of Hell ممتعة ولكنها قصيرة، ولا تبرر شراء اللعبة الكاملة من جديد، ولكن نسخة Re-Elected هي الحل الأمثل لتجربة اللعبة لكامل محتواها للمرة الأولى. Saints Row 4 Re-Elected تقدم نفس المتعة العشوائية على PS4 والأكس بوكس 1 ولكن تحسيناتها بسيطة. للمزيد من المراجعات والأخبار خليكم معنا على قناة IGN.